بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا أصيلا أصيلا، مش بكرة فقط، بكرة وأصيلا. يقول مولانا: وسيق الذين اتقوا، أي يوسف فينا، وسيق الذين سبحانه وتعالى حبيبنا الأول وخالقنا ورزقنا وساترنا وجابر خواطرنا. يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أو زمرا، حتى إذا جاءوها بعد الفترة ذيك متاع السوق يسون أمني فير لو بارادي أبري أن لابس دو تون، حتى إذا فتحت، أيوا، حتى زمرا، حتى إذا جاءوها اي سون ابروشي بور سانترودوير بار لا غراس ديفين. يقول: وقال لهم خزنتها، سادي لي بروبوزي دي بارادي فون لور ادريسي لا بارول، وقالوا خزنتها: سلام عليكم، كو لا بي دو لا سوا سير فو، السلام. شوف الاستقبال، سلام الله، السلام سبحانه وتعالى خاص بنا نحن أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان، هي الأتباع الأنبياء بتمامهم وكمالهم، وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. سلام عليكم طبتم، أي في حياتكم الأولى طبتم، كنتوا بريمون طيبين، انظاف عفاف، ما فيكمش ديفات، فيكمش أدوار تلعبوا فيها، بل اللي يحبه ربي كونوا أطهار بفضل الرحمن، لا لم تزج بأي سوء، بأي كذب، بأي تمثيل خاطئ، و يعني نحن نصوم فريمون دي بيوريفي بار لا غراس ديفين، أعنا رانا ربي نظفنا حين أعطانا السلام أي الاستسلام وبيكون السلام، وبعد من علينا بالإيمان أي بالكون حقيقة نؤمن بالرحمن ونوحده ونؤمن باليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره، يقول: وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، فتحت أي بسرعة، كأن الجنة في ملهوفة على استقبالنا. ربي الفن القرآني منين ليكم أنتم؟ قالوا فنانين، يجي بعض خضرات خلطهم ببعضهم مع ألوان ويبدأ يطش ويقول لك: أنا توا نعمل في عمل فني رائع لا مثيل له، وهو عملها بالخبائث، بول وغائط وغيره وغيره. يقول لي: راكم وصلتوا لدرجة من التبع لإبليس ومرمت بكم، وأنتم في بالكم أنتم خيرة الناس وأنتم تستحقون الجوائز الكبرى، نعاود: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، سادي لي بريبوزي دي بارادي لي زونج كي سوكوب دي زافير دي بارادي، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي، انتروديز فو بور لاترنيتي ديزيترنيتي، والسلام بالتمام والكمال على أمة محمد عليه الصلاة والسلام.